أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، اللي راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع أنتوا صورتوها وأنتوا رفعتوها على هاي المواقع، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي تشوفوها بأسفل الشاشة. تقدرون تتصلون بينا بأي لحظة من لحظات برنامج صوتكم وتعطونا آراءكم باللي راح نطرحه أو اللي أنتوا تريدون تحجون به. اللي ما يقدر يتصل بينا لأي سبب إن كان مع الأسف يقدر يدزلنا رسالة على رقم الواتساب، الرقم المخصص بالأخير اللي بصفة إشارة الواتساب، نقراها إن شاء الله رسالتكم بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدين الكرام، نبدي حلقتنا وأول ملف ويانا هو استيلاء العتبة العسكرية على أراضي وأملاك المواطنين بمدينة سامرة بمحافظة صلاح الدين. بعدها تواصل إدارة العتبة العسكرية بسامرة سر من رأى استيلائها على أراضي المدينة بالتواطؤ ويا حكومة الإطار التنسيقي اللي يرأسها محمد الشيع السوداني، وراء ضغط الأخير على وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بنجين ريكاني وإعازة إلى مدير بلدية سامرة أن تمنح العتبة العسكرية قاع بمساحة 48 دونم بوسط سامرة. شيوخ ووجهاء وعلماء وأئمة وخطباء استنكروا استيلاء العتبة العسكرية على أراضي المدينة واستمرارها بعمليات التغيير الديموغرافي اللي دتسويها بتواطؤ ويا حكومة الإطار التنسيقي. الشيوخ والوجهاء والعلماء قالوا ببيان أن العتبة العسكرية تسببت بضرر التضييق والخناق على مدينة سامراء القديمة، حرمان أهلها من التحرك والتصرف بأملاكهم ومصادر عيشتهم، إضافة إلى محاولاتها المستمرة أن تستولي على الجامع الكبير والمدرسة العلمية اللي موجودة بسامرة. خلونا نسمع البيان. شار أهالي مدينة سامراء بخصوص استحواذ العتبة العسكرية على أراضي المدينة وسلوكيات التغيير الديموغرافي. اجتماع علماء وشيوخ ومثقفو وسياسيو مدينة سامراء واتفقوا على الآتي: احتراماً لرغبة التواصل المستمرة مع دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني الموقر وما نجم عنه من زيادة في تخصيصات الإعمار لمدينة سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية وتعزيزاً للدور المأمول منه في استكمال تطبيق القانون برفع مستوى الدوائر الخدمية، لكننا مع الأسف نفوجئنا بضغط على وزير البلديات بالإعاز إلى بلدية سامراء لمنح القطعة المرقمة 71 على 10346 مقاطعة 25 عرموشية إلى أمانة العتبة العسكرية التي طالما تسببت بالتضييق والخناق على مدينة سامراء القديمة وحرمان أهلها من التحرك والتصرف بأملاكهم ومنافعهم المعاشية، فضلاً عن إغلاق مساجدها والمحاولات المستمرة للاستيلاء على الجامع الكبير والمدرسة العلمية فيها. هذا كان البيان لشيوخ ووجهاء وخطباء وعلماء مدينة سامراء. أحد خطباء الجمعة في مدينة سامراء اليوم أوضح أنه هاي القاع اللي منحت إلى العتبة العسكرية كانت فيما سبق قد أحيلت إلى شركات هندسية قبل عام 2003 حتى ينفذون بها مشاريع سكنية على هاي القاع، لكن المشروع توقف بدون معرفة السبب ودخل بحزيران 2023 بهاي السنة ضمن الاتفاقية العراقية المصرية على إنشاء مجمعات سكنية عمودية، يعني عمارات مجمع سكني عمودي، هذا لأجل خدمة أهالي المدينة وإلغاء قانون العتبات رقم 19 لسنة 2005 وإرجاع الحق إلى أهل المدينة اللي كابدوا أهلها التهميش والإقصاء طوال 20 سنة مضت. خلونا نسمع. حقوق الناس هذه لا يملكها الله سبحانه وتعالى حينما يضع الميزان يكفو عن الحقوق التي بينك وبين الله، لكن الحقوق التي بينك وبين الناس مبنية على المشاحنة، لا بد أن يعرف صاحب الحق. بدأ التمدد والتغيير في مغامرة
هو السؤال اللي ينطرح هنا، العتبة العسكرية اللي مسؤولة عن مرقد العسكريين، أكو قاع داير مدايرها هي مسؤولة عنها، بس هي ما مسؤولة عن الاستثمار. ما أعرف هذا القانون الجديد مال الاستثمارات إلى الوقف السني والوقف الشيعي والعتبات، يعني أنتوا هيئة دينية، أنتوا شؤونكم شؤون دينية، ليش تدخلون في أعمالها؟ ما لكم دخل بيها. زين أنتوا تأخذون راتب من الدولة كإدارة عتبات، وترجعون تأخذون استثمارات من الدولة للاستثمار، وتأخذون فلوس من وراء هاي الاستثمارات، وبالتالي لوين؟ فأتمنى يطب لي قانوني أو إنسان إلى علم بالشرع يحكي لي شرعياً اللي دا يصير مضبوط أو قانونياً اللي دا يصير مضبوط. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود يانا من منصة فيسبوك بشار البدري يقول بارك الله فيكم، نطالب بعد أكثر مثل هيك مواقف تجاه المدينة، لأن المدينة مستحلة ومدمرة وخراب متعمد من أجل الضغط على المواطن السام الرائي لكي يترك المدينة. أحمد السواح، والنعم منكم بس كان المفروض من زمان مو هسه. المهم بها الخير والكل معكم. طه قادر السام الرائي، حين سكت أهل الحق عن الباطل توهم أهل الباطل أنهم على حق علي بن أبي طالب. سكوتكم تلك الفترة الماضية عن حق المدينة فتح الباب لجميع العبث في المدينة وسلب حقها. ومثنى حسان يقول لازم ترفع السيطرات دخول وخروج أسوة بالأقضية المجاورة لينعم الجميع للتواصل فيما بينهم. فقرة الكفيل صعب لذهابك إلى أقربائك وأهلك. فكانت هاي تعليقات الناس. اللي قصده هنا الأخ مثنى أنه أي مواطن عند أهل بسامرة يريد يزورهم لازم يلقي كفيل من داخل المدينة حتى يقدر يطب ويزور أقربائه. ما محتاج إقامة جوه، ما محتاج ورقة مثلا من مديرية الاستخبارات اللي يقودها مصطفى الكاظمي، ما أدري غيره سيتغير ما نعرف. ما نريد ورقة أمنية من الشرطة على مود تعرفون أنه ورايح يزور أهله. زين اللي عنده واحد مدفون جوه بمقبرة سامرة، هذا من يجيب لك الكفيل؟ يقول لك اجيب لك قوطيه مال ترابه من المقبره حتى تتاكد انه انا رايح، لا اطق لك صوره يم المقبره دا زور الميت اللي عندي. ما نعرف. عطوان من بغداد، حياك الله يا اخ عطوان. السلام عليكم استاذ رفع، شلونك؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رحم الله وجهك، وجهك منور على الشاشه، رحم الله وجهك. النور نورك اخوي. وجهك وجه الاذاعه ان شاء الله، رحم الله، الله يسلمك. وبيضت لنا وجه على التصوير شلون الضربه مال الشرطه على راسي. اللي ما يعرف مشاهدينا الكرام منه عطوان، عطوان قبل حلقتين كان موجود ويانا في ملف اعتداءات القوات الامنيه على المواطنين، طلعنا له فيديو هو دزلنا اياه، شرطي برتبه ملازم ضربه مثل ما هو قال بصينيه. تفضل اخ عطوان. رحم الله والله البارحه رحت الخميس رحت للقائد الشرطه اي لواء قائد الشرطه رحت وصار عندهم قانونيه قائد الشرطه نعم قانونيه ماليش مال الشؤون، الشؤون وين دزوني طلعوه اسمه الكامل يداوم بالمنشآت، يداوم شرطي يداوم بالمنشآت، شرطي بحمايه المنشآت اي لو مدرسه بحمايه المنشآت رحم الله، ويداوم بالسراده يمكن يوم يوم لحظة 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 عمي عطوان، عمي عطوان وحدة وحدة، هو شرطي بحماية المنشآت؟ بحماية المنشآت طلعوا. وشي داوم بالكرادة؟ وطيتهم القروس ما يداوم هو 24 ساعة هنا اي اي واليوم وجا بسيارته اليوم قبل ساعتين اي مشي على طوله وجا بالسيارة مالته هاي الزرقاء هاي رقمها هسه دز لك اياه. دازلنا معلومات انت تقول دازلنا اخ عطوان معلومات تقول بغداد كراده كم ساره حي الرياض محله 910 زقاق 75 رحم الله والديك. الاسم علي بكر علي قادر والديك. هل هذا صحيح؟ رحم الله والديك اي والله مضبوط كله مضبوط رحم الله امك وابوك. رقم سيارته الحكوميه باء 7524 حكومي دبل قماره متسوبيشي ابيض. رحم الله امك وابوك اي والله. وسياره الزرقاء الزرقاء رقمها طاء 73656 بغداد خصوصي لون ازرق نوع هونداي. نعم نعم العفو ابو عمي عطوان تدلل هذا واجبنا. انت رسلت لنا القرار ورقه التكليف بالحضور، رسلت لنا الفيديو ورسلت لنا التقرير الطبي
ورسلت كذلك معلومات عن عنوان الشرطي واسمه ورقم سيارته الحكومية اللي يشتغل عليها ورقم سيارته المدنية. احنا كان واجبنا فقط انه ننقل الصورة والمعاناة اللي انت عانيتها نتيجة استغلال الواجب الرسمي او الرتبة الرسمية مع حضرتك. لا شكر على واجب عمي عطوان. نروح هسه الى قضية ثانية. طبعا تعرفون انتم اللي صار بقضاء الحمدانية هو فاجعة بكل معنى الكلمة، فاجعة بكل معنى تقدر تقول عليها انه هي فاجعة بكل المقاييس، هي فاجعة. ولحد الآن تداعيات هاي الفاجعة مستمرة. اليوم اكو ردود فعل غاضبة ضد الإجراءات الحكومية الضعيفة اللي بعدها مكتفية بس باحتساب ضحايا الفاجعة وضحايا المجازر اللي سبقتها باعتبارهم شهداء أو يمشون قرار أن يعوضوهم بمبالغ مادية فقط لذوي الضحايا. استنكر هذا الفعل والإجراء رئيس طائفة السريان الأرثوذكس بكركوك ونينوى وكردستان بلقاء تلفزيوني، قال أنه على المسؤولين أن يخجلون بعض الشيء من أنفسهم لتعويض الناس بالمال وراء ما قررت الحكومة تعويض كل ضحية بمبلغ 10 ملايين دينار وراء الفاجعة اللي صارت مساء الثلاثاء خلال حفل زفاف أودى بحياة أكثر من 100 شخص وإصابة تقريبا أكثر من 200. وأكد أن الفساد هو سبب كل الكوارث اللي تصير بالعراق، وأنه على المسؤولين اللي موجودين بالعراق أن يقدمون استقالتهم فورا. خلونا نسمع اللي قاله. خلي يستحون بقى، خلي يستحون، ما بقى أكو شيء اسمه مستحى. إلى متى نبقى بهذا الوضع؟ ناس عوائل فقدت، عندنا قس واحد قسبونا بطرشيته فقد 10 أشخاص من عائلته، والده والدته خواته زوجات أخونه 4 من أولاد أخونه، منو راح يعوضهم؟ ما يستحون على نفسهم يطلعون يقولون راح نعطي 10 ملايين للمتوفي و5 ملايين للجريح. استحوا استحوا، الإنسان لا يعوض بمال، الإنسان لا يعوض بفلوس. هذه دماء تزهق، هذه الأرواح تزهق، منو يدفع التعويض ماله؟ أي شنو التعويض المادي؟ الألم النفسي، الألم النفسي اللي سببونه. نحن لليوم عايشين في صدمة، نحن عايشين بصدمة، العراق كله عايش بصدمة من شماله إلى جنوبه. لهذا نحن ندور منو قدم ومنو عمل، ويطلعون لي بالإعلام يجون يزورون المستشفيات ويجون يعزون. استحوا على نفسكم، كل من هو مسؤول، كل من هو مسؤول يجب أن يخجل، كل من هو مسؤول لو عنده شعور وكرامة وإحساس بسيط جدا بالمسؤولية يجب أن يقدم استقالته ويقول أنا لا أصلح لهذا المنصب. والله يا سيادة المطران، وراء هاي الرسالة اللي حضرتك قدمتها للسياسيين لو بيهم واحد شوية يفتهم ما يبقى، لأنه ما بقت كرامة أصلا وراء هالرسالة. بس السؤال اللي ينطرح للمسؤول اللي طلع بقرار وقال أنطي 10 مليون على كل ضحية أو 5 مليون إلى كل جريح مثل ما قال سيادة المطران، سؤال بلا زحمة، أنت لميت ذوي الضحايا اليوم أكثر من 120 واحد لحد الآن، وأكو أخبار لحد الآن مستمرة عن فقدان أشخاص آخرين لحياتهم نتيجة تعرضهم أو تأثرهم بالجراحة اللي أصيبوا بها أو الحروق اللي أصيبوا بها بالفاجعة. بلا زحمة لميتهم كلهم وكل واحد عن أو كل ذوي ضحية قلت له عن كل واحد أعطيك 10 مليون، راح يشفي غليل لأنه هو فقد أب أو أم أو أخ أو أخت أو ابن؟ أكو فيديوهات إلى شخص فقد عائلته كله، العريس اللي فقد ذويه، العروس اللي فقد ذويها في أجمل يوم في حياتها من المفترض أن يكون، واللي صار أسوأ يوم في حياتهم. دولة من تعوضهم بالمال شنو اللي راح يشفي غليلة؟ الفلوس؟ لو تروح تلزم اللي تسبب بهاي الكارثة وتسبب بالموافقة على وجود قاعة مخالفة وتسبب ب وجود مكان كهذا المكان قنبلة موقوتة في أي لحظة ينفجر على الناس مثل اللي صار بالحمدانية وتقدمه للقضاء ويجي يشوف اللي تسبب له بهذا الشيء ده يتحاسب
وياخذ العقوبه اللي تناسبه. هنا نحكي عن السياسيين، رئيس طائفه السريان الارثوذكس. راح اشوفكم رد فعل ذوي الضحايا. هنا طردوا الاهالي او ذوي الضحايا لفاجعه الحمدانيه، طردوا وزيره الهجره والمهجرين ايفان فائق اللي تتبع ميليشيا كتائب بابليون اللي يتزعمها ريان الكلداني، واللي من المفترض ان القاعه مملوكه الى شخص مقرب من اخوه او الى اخوه، ما لنا علاقه. خلال محاولتها ان تدخل الى قاعه الهيثم الملكيه اللي شهدت الفاجعه، ورددوا الناس هناك هتافات تندد بجرائم الميليشيات ضد العراقيين وحملوها المسؤوليه عن وقوع هاي الفاجعه. خلونا نشوف. اما وزير كوسكوس براني عراقه كاتشولايك سكاري قربانيا او خلق ليها رجان ندا وزير كوسكوس براني عراق بو كابتن زيك هولا كبكير بلام خلق رجان ندا ابينيكا رجانادن هيتس بر برسيك لسر استي اويكا بتيتا نيو هولاكا ريغان ندا هيزا امنيا كانن هولدن بو اوي بتوانن ريغي بكانوا خلق لاب بن لبردم هاتني سرو كوماري عراق ووزيري كوتشو كوسبران بارزغاري. بس احب اقول للشرطه والمنتسب لمني، حبيبي اطلع اطلع، مالك علاقه بالموضوع، ترى الناس حقها، ذول اللي واقفين واللي فقدوا ذويهم واهلهم وناسهم حقهم، فلا تحاول تضغط لانه ضغطك هذا راح يفجر مزيد من الغضب والعصبيه والتعنصر ضد كل مسؤول اللي اصلا الشعب مرايده، اللي اصلا الشعب ما واثق به، اللي اصلا الشعب ما مفتهم هم شنو. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، واول تعليق موجود ويانا من منصة فيسبوك كارم الجاف يقول: يجب على الحكومة معاقبة المسببين بأسرع وقت والتعويض الروحي والمعنوي قبل كل شيء، الله يرحمهم وينيلهم درجة الشهادة والشفاء العاجل للمصابين. فرج رهيف له الزيادي يقول: الإنسان لا يعوض بالمال ولا بكل شيء، رحم الله الأرواح التي زهقت بهذا الحادث الأليم، وإنا لله وإنا إليه راجعون، والله يصبركم ويلهمكم الصبر والسلوان. وسعد الكلابي: أحسنت، المسؤولين الذين أعطوا إجازة البناء لهذه القاعة وغيرها وهي غير مطابقة لشروط السلامة والأمان هم السبب، وهم من أجرموا بحق هؤلاء الأبرياء. وأبو عمار شنكالي يقول: بارك الله فيك، كلامك صحيح، الأرواح لا تعوض، هم المسؤولين، همهم المال ويحسبون كل الناس مثلهم. فكانت هاي تعليقات الناس حول قضية الحكومة العراقية، سوت حداد 3 أيام وتعطي 10 مليون للقتيل و5 مليون للمصاب. ما شاء الله الروح العراقية يم الحكومة بالفلوس. أبو علي من أبو غريب حياك الله. أبو علاوي كان من المفترض أن يدخل ويانا لكن انقطع اتصالك يا أبو علاوي، نتمنى أنه ترجع لنا حتى نعرف رأيك بالموضوع. يومين يومين بس، 1/10 بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024 بالعراق. يومين بس تفصلنا عن شهر تشرين أول، لكن على ما يبدو أنه عشرات السنوات تفصلنا عن اكتمال المدارس المتلكئة إن اكتملت أصلاً. الطلاب راح يروحون إلى مقاعدهم الدراسية ويرجعون إلى مدارس كرفانية ومدارس صينية ومدارس آيلة للسقوط، ومدارسهم الأصلية اتهدمت وما انبنت إلى حد هاي اللحظة، وبعض هاي المدارس 10 سنوات وأكثر وهي على حالها بظل استمرار انخفاض جودة التعليم بالعراق وخروجه من جميع التصنيفات الدولية اللي تعترف بالتعليم بالعراق، اللي في يوم من الأيام كان التعليم بالعراق عادل التعليم بالدول الإسكندنافية. هذا الشيء اللي يسبب ازدياد بنسبة الأمية بالبلد، ويسبب ازدياد بنسبة التسرب من مقاعد الدراسة. مثال على نقوله مدرسة ثورة 20 بمحافظة النجف اللي هي أموذج إلى الخراب والفساد، أموذج إلى استهداف التعليم، أموذج إلى استهداف العلم بالعراق من قبل الأحزاب الفاسدة، ورا ما تم هدمها
منذ أكثر من 10 سنوات بحجة أنه راح يرجعون يبنوها من جديد وتصير مدرسة جديدة يرجعون الطلاب يدرسون بها هاي المدرسة. لكن من 10 سنوات وأكثر انتركت مجرد هياكل خرسانية محطمة. تعالوا نشوف. طبعا هاي المدرسة أحد إنجازات الأحزاب الشيعية اللي تمثلني أني كمواطن نجفي. 10 سنوات من 2010 إلى الآن 3 دورات انتخابية. 3 دورات انتخابية إحنا الأغلبية. 200 نائب شيعي ما قدروا يفكون مدارس أطفالنا من وزارة الصناعة التابعة لمحمد تميم وزمرة محمد تميم الحزب الإسلامي. هاي المدرسة مدرسة ثورة 20 ضحية الاتفاق بين حزب الدعوة بقيادة خضير الخزاعي وبين محمد تميم وزير الصناعة على مود وزارة الصناعة تبني المدارس. وإلى الآن لا مدارسنا القديمة ولا مدارسنا الجديدة. فاللي شاهد هاي ثورة 20 خرجت آلاف من المعلمين والمحامين والأطباء والمهندسين. فاللي شاهد وحولوا أطفالنا صار 10 سنوات بهذا الجحيم بالشتاء وبالصيف كرمانات. هاي المدرسة خلي نشوف رئيس الوزراء الشروقي كانت عذركم شريكنا التيار الصدري اللي أنا ضده وجزء من الفساد وجزء من الخراب. التيار الصدري مت كان يحكم وياكم؟ الآن التيار الصدري طلع فأنتم براحتكم الملعب إلكم يا أطار السفيرة الأمريكية. سؤال، هو الهيكل كامل؟ لا، هو سقف الطابق الأول ما محطوط، هن محطوط الشم حايط شم صبة خرسانية أو قطع من صب كونكريت جاهز، البقية مشمرات بالقاع. هاي مو فلوس؟ زين هاي المدرسة اللي صار لها 10 سنوات ماكو شركة متعاقدة ويا الوزارة أو ويا البلدية أو ويا أي جهة كانت إنه تبني هاي المدرسة؟ لا أكو شركة، لأن منو فلش، منو بنا، منو حط الأساسات؟ أكيد أكو جهة. زين ما حاطين بالعقد شرط جزائي على المدة؟ محتاجين نجي نعلمكم شلون تشتغلون؟ زين من خلفة الشركة بالشرط الجزائي ما جيتوا قلتوا يا بابا تعاي؟ شنو الفيلم؟ طبعا نطلع من النجف ونروح إلى البصرة راح نلقي مدرسة ثانية اسمها مدرسة بغداد، ما يختلف حالها عن حال مدرسة ثورة 20 بالنجف ولا عن باقي المدارس اللي هنا هواية. مدرسة تهدمت من 3 سنوات وانتركت بعدها بدون إكمال وإنجاز، وبعدها هياكل كونكريتية غير مكتملة أصلا، وطلابها بمدارس ثانية يدامون بدوام ثنائي وثلاثي، وصل ببعض المناطق دوام رباعي، يعني 4 مدارس تداوموا ببناية واحدة، يعني كل مدرسة تقريبا 2.5 ساعات. أدري شنو هالدوام؟ شو راح يستفيد الطالب؟ شو راح يفتهم من المنهاج؟ شنو اللي 2.5 ساعات حتى تعطي مجال إلى المدرسة الثانية؟ 4 إدارات ببناية واحدة. زين بالامتحانات وين تحطوهم؟ تأجرونهم قاعات مال أفراح حتى يمتحنون الـ4 مدارس؟ خلونا نشوف. وسط مدينة البصرة مدرسة بغداد والشهيد عضيد عبد الزهرة وإضافة قسمين صار أزيد من 3 سنوات. تم تهديم هذه المدرسة القديمة وباعتبار مثل ما تشوفون على أساس يبنون مدرسة جديدة أعزائي المشاهدين، و3 أقسام كل قسم 400 طالب منتشرين وبعيدين كل البعد عن واقع الجغرافي، شي بالعشار شي بالألبان، وبالتالي الضحية الطلبة اللي تابعين لهاي المنطقة. أعزائي المشاهدين احنا بالتميمية السادة المسؤولين أهلي وناسي بالتميمية جاي يقولوا لي خلنا نوقف وقفة احتجاجية يشهد الله ورسوله ودنيا مغرب، فبالتالي أردقر هاي المناشدة على السادة المسؤولين المدرجة أسماهم الجنابكم الكريم قسم الأبنية المدرسية السيد محافظ البصرة المحترم التربية، تواصلنا وياهم وقالوا كاتبين للقسم للأبنية المدرسية، فبالتالي هاي المدرسة تابعتها وراجعت بقضيتها ووصلت الديوان المحافظة وطلعون الأوليات واسطة نسبة 30% ولا زال هاي المدرسة معطلة 30%، أكثر من النص بعد ما صاير
والعالم يردون، وفوق القهر بالساحة مالتها أكو كم كرفان مسوي مدرسة، يعني الطلاب يطلعون الساحة، الله احتمال هاي المدرسة تصير مالتنا، بس مو إحنا، لما يجون ولدنا يداومون. أبو زينب من النجف، حياك الله يا أبو زينب. أبو زينب، تسمعني يا أبو زينب؟ يبدو أن أبو زينب بدأ يسمعني، كان المفترض أن يدخل ويانا. يعني همينا بالبصرة، بس هاي هنا منطقة الزريجي بقضاء شط العرب. هذه مدرسة اسمها الدرر الثمينة، الكرفانية من سنوات، وبناية المدرسة المحالة من سنة 2011 لغاية هاي اللحظة تراوح بمكانها دون أي حل، ويا قرب عام دراسي جديد ورا يومين، يعني 12 سنة تقريبا، وما قدرت حكومات الفساد من إطارها ودعوتها وحكمتها أن تتمم مدرسة وحدة من هاي المدارس الهواية اللي نستعرضها لكم بحلقاتنا بشكل مستمر، وهاي مو أول مرة نأخذ المدارس المتركية، وما خفي كان أعظم. خلونا نشوف. الزريجي، منطقة الزريجي قضاء شط العرب، منطقة الزريجي هاي المنطقة المظلومة. إخوان شوفوا هاي المدرسة اللي جاي تطلع بالتصوير، اسمها مدرسة الدرر الثمينة، طبعا محالة منذ عام 2011 لغاية الآن تراوح في مكانها. تم نقل المدرسة بهاي الكرفانات، شوفوها هاي مدرسة الدرر الثمينة، يعني هسه انتم مسمينها الدرر الثمينة، تخلونها بكرفانات، وهاي البناية من 2011 لليوم، يعني هي ما باقي بها شيء الظاهر. شوفوا اخوان، هذا واضحة بالتصوير، يعني حتى الواجهة مكملين. زين اخوان، هاي شو وقت تكمل؟ شو وقت تخلص هاي المدرسة؟ مو العالم جاي تداوم بهاي الكرفانات. شوفوا هسه انا اتمشى باتجاه الكرفانات، شوفوا ذن الكرفانات، وهذا العلم العراقي فوق القطعة، يعني اخوان شو وقت تكمل هاي المدرسة؟ الى متى تبقى؟ وهسه بداية انطلاقة العام الدراسي الجديد. خمس خلفات هسه اسعد العيداني اذا يجيبهم يخلصوها. ثلاث طوابق كامله، ما باقي الا كم شباك وكم باب يصبغوها ويلبخوها وخلص انتهى الموضوع. خاف يجي واحد يقول لي ليش تقول يصبغوها ويلبخوها؟ عمي يلبخوها وراها يصبغوها، يلا. واذا ما بها كاش يطبقوها، واذا الحمامات مو كامله يشتروا لها صحيات ويحطوها، ما باقي بها شيء. هاي اللي يقولون 90% كملانه، بقت بس هال 10% الفينشينج، التشطيبات. عمي كافي كافي، رحموا الطلاب والتلاميذ ورحموا صغاركم ذولا ولدكم. أرد أسأل أسعد العيداني ولا أي محافظ بالعراق ولا أي وزير ولا أي مسؤول ولا أي نائب يقبل ابنه يداوم بكرفان؟ أنا أقول لك مو هو ما يقبل، ابنه ما يقبل يداوم بالكرفان. يقول لك أنا ابن فلان شلون أداوم بكرفان؟ خلي فيدك فلان اللي ما فايد شعبه أصلاً وما فايد أهله وناسه. الناس علقت على هذا الموضوع. عايد عزيز يقول هاي المدرسة ما يصير لها حل نهائيا، راح تبقى دوم على هذا الوضع لأن فلوسها مصروفة، وصار صراع بين وزارة الصناعة ووزارة التربية، لو باقين على بيتنا القديم هواي أفضل من جحيم الكرفان. وسام أبو محمد الزريجاوي يقول أي مسؤول ونائب ما يشتغل صحيح هذا فاسد بكل شيء، واللي يستقبله همه ويفتح له مضيفة هذا لا ذمة ولا ضمير ولا حظ ولا بخت. بشار أو بشير فلاح يقول مجموعة من الأوباش تسلطوا على الشعب العراقي وبحماية أمريكا عدوة الشعوب، ألا لعنة الله على الظالمين. والمرشدي قصي كلها سفلة، ما بهم الشريف والأسفل من عندهم اللي من عندنا وبينا ويطبل للأحزاب والتيارات. أنا بس أرد أسأل سؤال، يعني هاي المشاريع المتلكية يا ودي يجي يعني يقول فلوسها انصرفت فلوسها انصرفت فلوسها انصرفت، وإحنا من كنا صغار ربهاتنا إذا رادوا يعمرون بيت يقول لك من تجيب الخلفة لا تطي كل الفلوس لأن يعوفك ويفلت أو يقوم يمطمط ما يطيك شغلك، انطي فلوسه على قد شغله، جزئ الهيا كل ما كمل شغلة قل له هاي فليساتك، كل ما كمل شغلة قل له هاي فليساتك، وحتى من يكمل 90% لا تجي تقول لها كل فلساتك، لا بقي جزء من عندهم جوا ايدك حتى تحكمه يشتغل لك لان يريد فلوسه منك. زي هذن المدارس ما اعرف شنو والشوارع والمشاريع الخدميه شو كلها فلوسها مصروفه والشغل 10 و20 و30%. شنو اهلنا كانوا يعلمونا ويربونا غلط؟ لو الزمن غلط؟ لو انتم غلط؟ منو الغلط؟ صباح من بغداد، حياك الله. السلام عليكم استاذ اثل. عليكم السلام ورحمه الله.
طبعا هذا الموضوع مدروس، يعني مدروس إيرانيا، هو تجهيل المجتمع العراقي. هذا تعطيل وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي متقصديها، هم يريدون التخلف، التخلف يسود بالمجتمع العراقي في سبيل ما حد يفتهم كل المواد أو ماكو جيل واعي يعني استفاد من الابتدائية أو المراحل المتوسطة أو الجامعات. يريدون جامعات مدارس كلها معطلة في سبيل هاي تدمر أجيال كاملة عندنا، مو جيل وجيلين، يعني عد هاي العشرين سنة دمرونا من ناحية تجهيل المجتمع العراقي. الناس كل شيء ما تفتهم، شباب املاء غلط أو ما يعرف يكتب أو ما يعرف يتكلم أو ما يعرف يتحدث، كلها متقصديها بهاي الفترة. ليش؟ لأن هي هاي كلها اللي جمع على رأس الحكم، سواء رئاسات الثلاثة أو المحافظ المسؤول المباشر الأول والأخير عن كل المشاريع المتلكة، هو وهيئة التخطيط الموجودة عنده والمفتشية والنزاهة، كلهم كاذبين، كلهم سلسلة مع الناس عصابات، ناس لا عقل ولا فهم جايين يحكمون البلد صار لهم 20 سنة. فهذا الموضوع هي هاي شبكة مع الفساد، لا المحافظة أحد يقدر يحاسبه لأن مسنود من ميليشيا ومن حزب، ولا وزير التربية أحد يقدر يحاسبه، ولا أكو عندنا جهة حقيقية وطنية تقدر يلتجئ لها المواطن العراقي ويقدم شكوى. ليش هاي المدارس هيك؟ ليش كرفانات؟ وين فلوس النفط؟ يعني احنا هاي فلوس النفط المليارات الدولارات، اكثر من 2400 مليار في خلال ال 20 سنه الماضيه، تيجي على واقع الارض البنيه التحتيه مدمره ومن ضمنها كل الوزارات، لكن وزاره التربيه والتعليم جاي تعاني. هاي المناهج، الدفاتر، الاقلام، المستويات الضحله للمدارس، حقيقه بعدنا عايشين على المدارس مال الثمانينات اللي بناها النظام السابق. فهذا الحكي هم راضين عليه، حتى المرجعيات لها جزء بهذا الفساد. نعم. شكرا لك أخ صباح. اشتكوا أهالي النجف من الاختناق بسبب الغازات والدخان اللي ينتج من عمليات حرق النفايات في مكبات النفايات أو التمر الصحي اللي هو غير صحي أساسا، ومن دخان المعامل الغير خاضعة إلى شروط البيئة. طبعا أنتوا تعرفون بالعراق ما شاء الله مدارس تنبني حسب شروط السلامة مخالفة، قاعات أعراس وحفلات مخالفة لشروط السلامة وهذا اللي صار بالحمدانية، ومستشفيات مخالفة لشروط السلامة وهذا اللي صار بمستشفى ابن الخطيب ومستشفى الحسين التعليمي، وأيضا معامل تنبني بشروط غير صحيحة، فالنتيجة تصير أن المواطن يدفع الثمن. طالبوا المواطنين بالنجف الجهات المسؤولة أن توضع حد لهذا التلوث اللي دا يصير يمهم وأصبح خنقهم أو يخنقهم حتى وهم بداخل بيوتهم. خلونا نشوف هاي الرسالة، رسالة الإنسانية. الآن جيت أنا من قلب المدينة من يوم ثورة العشرين إلى بقية الأحياء، سحاب والدخان مال المدينة. أكرر، مو قضية تحدي، اليوم المواطن من يطالب بأبسط حقوقه، إذا بيته ما يرتاح وين يرتاح؟ إذا يريد يطالب بحقوقه، يعني أنت أريد أوصل لك رسالة، أنت اليوم تيجي تحرق تحصل فلوس بس تنتقم من الناس؟ عمي هاي القضايا السرطانية اليوم ترست المدينة، روحوا الصبح زوروا مستشفى الأمراض السرطانية شوفوا جاي يصير من معاناة. اليوم منو مستعد من عائلته يصير بيه مرض سرطان؟ تقصير من الحكومة المركزية، علاج ماكو، مستشفيات ماكو، حتى واحد من يتمرض ويروح يقول والله اكو علاج ويداوي نفسه. ما يريدون شيء سوى انه هذا المكان بالتحديد ينقل الى مكان بعيد، هم مو شيلوا الذبوا على غير ناس. نطالبكم، ما شاء الله الصحراء واسعة، رحم الله والديك، يقول لك 400 كيلو متر، ابعدوه عن كل اهل النجف وخلي يفعل ما يشاء، اللي يريد يحرق، اللي يريد ينبش. مواطن ثاني من النجف وثق لكم بهذا الفيديو مكان حرق النفايات ويستهزئ أنه يسمون هذا المكان مكان التمر الصحي، ويقول شنو دور الدوائر البيئة أو دوائر الصحة وراء ما صار الأمر خارج عن السيطرة، ويتعرضون عشرات المواطنين للاختناق وراء ما تتغطى سماء المدينة بالدخان. خلونا نشوف هاي المداغن، هذا الحرق التمر الصحي هو ما له صحة، التمر يا صحي هذا، يعني هذا إله حل، يعني هذا الله يرضى عبده، ليل مع نهار هذا الحريق، ليش هالأذية هاي؟ ليش؟
وين الصحة؟ ما أعرف شنو ليش يعني ذول ما حد يسيطر عليهم، ما حد مسؤولهم، ليش هذا هاي الأذية هاي الأمراض هاي كلها علينا؟ الله يرضى على أحياء الشمالية، إحنا أول الناس. ما يصير ما يصير والله ما يصير، والله متنا والحسين متنا. شنو هالوضعية هاي؟ ما تقولوا شنو الوضعية هاي؟ هاي من مسافة شوي أقرب، ها يعني هذا 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 وضعية هاي، هذا ليل مع نهار هذا الحرق، وهاي غامة سودة على الأحياء الشمالية، غامة سودة. في حكومة الأحزاب الإسلامية الناس تعاني من أمراض سرطانية نتيجة الأخطاء والفساد اللي دا يصير بالبلد، وهم يقاومون جهة لأنهم محور المقاومة مثل ما يقولون إلى الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية. أحب أقولهم معلومة، بالولايات المتحدة الأمريكية هذا الشيطان اللي إجا احتلنا. مريض السرطان تأمين الصحي مجاناً وعلاج الكيمياوي والإشعاع مجاناً. السلام عليكم. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق من فيسبوك من زيد الحمداني يقول طبعاً الحرق مستمر يومياً من الصباح لحد الساعة 2 ليلاً، والمجمع يصير عبارة ضباب ورائحة مميتة مسرطنة. توفيق الخيكاني، بارك الله بجهودكم. للأسف بلدية النجف لا حسيب ولا رقيب، وين دور صحة النجف؟ ناس راح تموت، شنو دوركم؟ وأبو مصطفى الشحماني يقول بلدية النجف ما لها كل دور بس فساد إداري. وضياء الخويلدي يقول مع كل الأسف بلدية فاشلة وإدارة محافظة فاشلة، فساد إداري ومالي لا ينتهي. كانت هاي تعليقات الناس حول قضية التلوث البيئي اللي دا يصير في محافظة النجف، وقبل حلقتين طلعنا تلوث بيئي دا يصير في جنوب العراق في النجف وغيرها نتيجة بالنجف كان في شط الكوت نتيجة صرف مياه الصرف الصحي بصورة غير معالجة إلى شط الكوت. تعرفون أنتم مشاهدينا الكرام دائما نقول لكم أكو نافذة في برنامج صوتكم في قناة الرافدين، أو في أكو نافذة لقناة الرافدين اسمها أنت ترى، الشريط الأبيض الجو وين التليفونات تطلع جواها، أكو شريط مع الأخبار دا يمشي يم الساعة، هذا تابعوا. بالأخير أكو رقمين تقدرون تدزون عليها فيديوهاتكم والصور ومطالبكم اللي أنتم تردوها. هاي الرسالة جتنا على هاي الأرقام على نافذة أنت ترى. هنا راح تشوفون مظاهرات للخريجين 10 الأوائل أصحاب التسلسل من 4 إلى 10 قدام وزارة التعليم العالي، اللي طالبوا لجنة التعليم النيابية والجهات المعنية أن يسرعون في تعديل قانون تشغيل الأوائل رقم 67 لسنة 2017 وإنصاف هاي الشريحة المظلومة، وطلبوا من عندنا أن ننشر مظلوميتهم، مظلومية هاي الفئة المتفوقة والمظلومة في حسابات قناة الرافدين وفي منصاتنا الإعلامية الحرة حسب قولهم. هم أمل، عندهم أمل كبير أن يتم إنصافهم ورد حقهم المسلوب. خلونا نشوف تظاهراتهم. العشرة الأوائل على التخصصات هذا حقهم أن يطالبون، لأنه ما معقولة بالعراق عينون بس 3 من كل تخصص. عندك وزارة، عندك هيئات، عندك مصانع، عندك معامل، عندك جامعات، عندك كليات، عندك معاهد، عندك مدارس، لأن كلهم تحتاج رفد. فما معقولة أنت تعين تسلسل 20 أو 25 لأنه عنده واسطة والرابع قاعد يتظاهر ويطالب. ما معقولة تعين تسلسل 25 والخامس قاعد على الطالب الطال والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر. لما نقول العشرة الأوائل احنا ما نحكي عن معدلات 60 و70، العشرة الأوائل 90 وفوق جيد جدا وممتاز، فهذا لازم انت تستغله. جسور العراق بين إرث الماضي المزدهر وحاضر الإهمال والتلكؤ بهذا الوقت، هذا هو عنوان
الانفوجرافيك اللي أعده لنا قسم التواصل الاجتماعي بقناة الرافدين اللي استعرض به جسور العراق وتاريخها وتلك إنجاز عشرات الجسور بظل حكومات الاحتلال المتعاقبة من عام 2003 لحد هذه اللحظة. خلونا نتابع سويا. هذول المرموني وعلى جسر المسيب سيبوني هذا الحولي اللي افتتح السوداني قبل حوالي شهر او شهرين، الحولي مال مدينه الكويت. هذا صار له اكثر من 10 سنوات على هذا الوضع. اسمع يا شعب وشوف. التقرير ذكر العدوان الثلاثي أو عفوا العدوان الثلاثيني سنة 91 على العراق، ومن ضمن الجسور اللي دمرت سنة 91 هو الجسر المعلق، واللي العراق فكروا بألف طريقة وطريقة أن شلون يعيدون بناء لكون أن العراق ممنوع أو محاصر دوليا نتيجة الحصار الغاشم أن يستورد بعض المواد من ضمنها السلك اللي يشيل الجسر، سلك تقريبا هذا متنه، وأعيد بناء الجسر بأيادي عراقية. والكل يتذكر المسيرات اللي صارت وطلاب أكاديمية فنون جميلة لما رسموا أرضية الشارع والاحتفالية في بناء الجسر المعلق، وإحنا جسور في زمن الديمقراطية ما عندنا. عندي رسالة على الواتساب تقول أني زوجي شهيد في سامرة سنة 2003 الله يرحمه، عندي بناية بشارع البنك تتكون من 18 محل، هو باب رزقي وأبنائي الخمسة. أغلق هذا الشارع بعد حادثة الإمامين وأغلقت ولا يوجد أي تعويض للمحال، وآلاف مثلي وعوائلهم وعوائل هو المورد الوحيد لرزقهم في شارع البنك، ويجبرون أو يجبرون الأهالي أن يبيعون أملاكهم. وبضمن قرار مجلس الوزراء تم وضع اليد على أملاكنا ومنذ 20 سنة أراجع على تعويضي لزوج الشهيد، وإلى الآن لم أحصل على مستحقاتي للشهيد، علما أني لم أستعن بأي معقب كونه هو وكثير من المحامين يشترطون على أهل الشهيد أن يعطونه 50% من مستحقات الشهيد المتراكمة. وأنا قررت أن لا أعطي أي دينار رشوة لأي موظف من أجل إكمال معاملتي، وهذه السنة 20 أركض بالمعاملة في سامرة. سامرة راحت الإيران وإحنا طردونا منها. أرجو أن يصل صوتي للجميع، لكل المسؤولين وكل شريف، لأن لا ذمة ولا ضمير لكل من سلب منا حقوقنا. يعني على قولة أبو المثل المال والتاجر غرق. كانت هاي رسالة الأخت اللي دزتها حول قضية سامرة والاستيلاء على أراضي سامرة وأملاك سامرة. مشاهدين الكرام، بعيدا عن قضية الاستيلاء على أراضي الناس،
الاستيلاء على أرزاق الناس مصيبة، وحرمان الناس من أرزاقهم مصيبة، وحرمان الناس من التعليم مصيبة، والفشل في بناء شيء جديد في العراق مصيبة، الفشل في تكوين أي منظومة صحية بالعراق مصيبة. فمصايبنا هواية، من مجاري إلى بناء إلى إعمار إلى مدارس متلكة إلى مشاريع خدمية إلى إنارة إلى كهرباء إلى ماء إلى وقود. فتخيلوا مشاكلنا شكبرها بالسنة 20 من زمن الديمقراطية اللي وعدونا بها. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر بإذن الله بنفس الموعد. انتظروني، في أمان الله.